كابتن علاء، فوز كان في ايدينا، ولكن للاسف يعني خساره نقطتين مش اجلت الحسم، صعبت الامور علينا. هو بص يا ايمن، قبل ما نتكلم على الحسم وكده، النهارده يوم في ايام كده تبقى ايام غريبه في كره القدم. النهارده يوم غريب بالنسبه للنادي الاهلي في كره القدم. فريق سهل جدا 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 تخلص المباراه بالشوط الاول، لكن حصل حاجات كتير قوي هنتكلم فيها اكيد في الاستوديو هنا. فرص كتير قوي ضيعت نتكلم فيها. صحيح. برضه في كان حظ وحش، ضربه جزاء مش ضربه جزاء، كل العوامل دي ايمن اتجمعت النهارده عشان المباراه تخرج كده، تخرج 2-2. الامور مش مستحيله، لكن انت بتدخل نفسك كل شويه في منطقه صعبه. صح. احنا كل كلامنا قبل الاستوديو النهارده انت محتاج 6 نقاط ضروري، 3 هنا والثلاثه اللي في الكونغو. لكن التعادل النهارده تعادل برضو انت بيصعب الامور عليك، وبتدخل فيتا كلاب. كنت بقول له اسامه دلوقتي في اللعبه رسمي خلاص، دلوقتي سيمبا والاهلي وفيتا كلاب، الموضوع بقى صعب جدا. اللي انا بكلم فيه كمان ان المباراه تبقى لك صعبه يا ايمن. طبعا. انت اديت يعني هم النهارده بالهدفين دول ما ملعبوش وعمرهم ما يبقوا زيك، لكن خدوا ثقه في نفسه، تعادلوا مع النادي الاهلي في القاهره 2-2. صح. لكن النهارده امور كده كلها مش مطمئنه. الفرص الضايعه دي ما ينفعش كمل الفرص اللي راح بيها النادي الاهلي، استحاله. مش ممكن. استحاله ده يعني يحصل. يعني ده اخر فرصه مثلا محمد شريف، هدف سهل جدا، بطن رجله مش عارف، بس برده ممكن عصبيه، ممكن اخر ثانيه وكده، لكن هو هدف سهل. الاهداف اللي جت كنا بنتكلم برضو ان لازم حد من بره الملعب هو اللي ينزل يجيب الاهداف دي، لان واضح ان بواليا سوء حظ جامد جدا. احسان الشحات نفس الكلام، لكن في اخطاء النهارده، انك بتفقد الكره بسرعه شويه النهارده، في اخطاء فقدان الكره بسرعه. ما ينفعش فريق زي كده، انا شايف ان هو فريق متواضع جدا، انت اللي دايما بتدي له الاخطاء منك، انت اللي بتدي له كره سهله. يعني هو لو هتقارن الاهلي بفيتا كلاب، مع الاحترام الكامل ليهم، مفيش وجه مقارنه ايمن في حاجه خالص. لكن في الاخر انت هتبص على النتيجه، النتيجه ايه؟ 2-2 خلاص. انا ما اقدرش اتكلم اقول حاجه، لكن النهارده انت خسرت نقطتين مهمين جدا في سباق التاهل ان شاء الله للادوار القادمه. لكن مباراه غريبه، اداء متفاوت لبعض اللعيبه، اخطاء كتير قوي اول النهارده بتحصل، كمان الحكم كمان راح جه كمان بنالتي. فهو بقول لك النهارده اليوم مش مظبوط في الاخر من اوله يعني لحد ما انتهى. لكن حته التاهل وحته انك تعدي ان شاء الله هتقدر، لكن المشكله ايمن انت بتصعب الامور على نفسك. صحيح. دايما انت عايز دايما لعيب الكوره بيحب يلعب في اجواء هاديه، مش متعصب، مش اللي هو لازم اعمل لازم اعمل، دي بتبقى مشكله شويه. النهارده كان الناس كانت عشمانه في 3 نقاط واداء مطمئن ونتيجه كويسه. لو الامور النهارده شبه طبيعيه، انت كنت عملت سكور عالي جدا. صح. كان اسامه بيتكلم في الموضوع ده، الفرص الضايعه دي لو مش جبتها كلها نصها بس، انت كنت عملت سكور النهارده على الفريق ده، لكن في الاخر طلعت بنتيجه غريبه جدا 2-2 وضيعت النقطتين. لكن ان شاء الله التاهل موجود، بس انت بقى عارف بقت ايه، بقت الامور صعبه شويه.